خلال استضافتها على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، تحدثت الدكتورة ريم أبو دلبوح رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية في مجلس النواب عن دور المرأة النائب في مجال التشريع والرقابة، مبينة أن لجنة المرأة هي على تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، وقد حققت العضوات من خلال وجودها في مجلس النواب المكان الأفضل للمرأة في جميع المجالات. كما تناولت النائب أبو دلبوح العديد من القضايا في هذا الحوار. كم لدينا من القوانين التي عدلت لصالح المرأة الأردنية؟ عندما نتكلم عن قانون العمل الأردني، لقانون الضمان الاجتماعي، للأحوال الشخصية المؤقتة عندما أقر أخيرا، إلى قانون العمل الأردني، وتضمن كثير من المضامين المهمة، نظام العمل المرن، وأيضا فيما يتعلق في المستوى في الأجور. يعني التطورات اللي عندنا في الأردن في التطور التشريعي أيضا متسارعة، إقرار قانون حماية العنف الأسري إلى جانب الذراع المؤسسي دور الحماية من العنف الأسري مثلا. فهذه الحمد لله هذه التشريعات ووجود التعديلات المتسارعة والاستجابة السريعة، يعني هذه أكيد تمكن المرأة الأردنية وتعطيها يعني أكيد المكانة دائما أفضل. وكما ذكرت في بداية الحديث إنه هذه لوجود دائما التوجيهات الملكية السامية لتعزيز مكانة المرأة في كل شأن من شؤون الحياة والمشاركة في العمل البناء الوطني، اللي إحنا دائما لدينا قناعة إنه لن يعني البناء الوطني هو بناء يبتلتقي فيه سواعد أبناء وبنات الوطن، فهي يعني ناحية مهمة جدا حتى انه يكون دائما الوطن ان شاء الله الامثل والاعلى. الهم المشترك، العمل الوطني الصادق يجمعنا الاخوة الاخ المسلم والمسيحي في محافظة المفرق، دائما نحن في الحسن الجوار في العمل الوطني، في العمل السياسي، في مشاركة في الهموم، في يجمعنا محبة الوطن وانه نعمل مع بعض لاجل الوطن. صحيح. اجتمعنا في مجال التربية والتعليم في مدارسنا عندما يعني درسنا في المدارس الروم الكاثوليك، وايضا وكان لدينا يعني تاريخ مشترك، هذا التاريخ الحضاري، التاريخ يعني تاريخ الأردن، تاريخ المحبة والتآخي، العيش المشترك. وأنا بشكرك يعني سعادة الأب نبيل من خلالكم أنتم كمان دوركم الرائع ودوركم الوطني في تأسيس دائما هذه مبادئ السلام وهذا مبادئ العيش المشترك. الأردن يعيش هذه الحالة، هذا الوطن الطبيعي للأردن صراحة. نحن في مركز الوطن لحقوق الإنسان في هذه اللجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، عندما كان يأتينا ملاحظة معينة ويعني ونعمل توصية بجانب معين فيما يتعلق في مثلا المعاقين أو فيما يتعلق في موضوع الصحة في أي جانب معين أو فيما يتعلق في المرأة، فكان إذن هناك عمل صراحة شمولي ومتكامل واستجابة للرسائل التي تصل من قبلنا نحن كلجنة المرأة أو الأكثر المرأة النيابية أو أكثر عرضة للانتهاك، في مجال المرأة العاملة، في مجال أبناء الأردنيات عندما أيضا استفادوا فيما يتعلق بمظلة الضمان الاجتماعي. إذن هي كانت أمور تراتبية عملية شاملة متكاملة قادها جلالة الملكة المعظم، وجه إنه نحن أمام مسؤولية أهم شيء صحة الأردنيين، ونحن طبعا أكيد نحن عندما يعني نطلع بمسؤولياتنا في لجنة الأكثر عرضة للانتهاك أو في لجنة المرأة النيابية في مجلس النواب أو في المركز الوطني لحقوق الإنسان، عملنا بناء على هذه أيضا التوجيهات المحافظة على صحة الجميع، عندما كانت تأتينا أي ملاحظة معينة، أي توصية معينة، أي جانب، نتواصل مع الحكومة أو مع الأجهزة المعنية، ويعني تكون هناك لدينا اقتراحات تدارسات مع من هو صاحب الاقتراح، من هو يعاني بجانب معين. فهنا هون كان يعني صراحة هذا كان الجو الوطني الأردني في تلك المرحلة. الحمد لله إن شاء الله أنه تعديناها يعني بخير، كان لدينا جميعا إيمان وقوة من الجميع إرادة أنه نتخطى هذه المرحلة، وهذا لا يأتي إلا بالعمل الخالص وأكيد يعني والوصول إلى مرحلة الصفر. كانت أنه إرادة قوية من أيضا من قبل المواطن الأردني، وبنشكر يعني ساعة الأب نبيل من خلال هذا المنبر الحر، يعني أول شيء طبعا على رأس الجلال سيدنا وجميع الأجهزة الأمنية وأيضا الصحة ومن هم موجودين الممرضات والقطاع الصحي. طيب. وأيضا والحكومة يعني وكل من عمل في هذا الجانب، وأيضا والمؤسسات الدينية كان لهم دور كبير سعادة الأب نبيل في يعني في التوعية في هذا الموضوع ولخطورة وباء كورونا وعدم التواصل والابتعاد، كان جانب يعني مهم جدا. فإن شاء الله إنه ما بنلتقي إلا على خير، وهذه الأزمة نتعدها أكيد إن شاء الله.